معلم احنا مش كنا اتفقنا يعني بالنسبه للموضوع انا وسرية ان احنا نستنى لحد ما الحاج يقوم بالسلامه؟ شوف يا عبد الرحمن، انا ما عنديش بنات للجواز، البنت اللي عندي طرت فتحتها، وادعي لها بقى ربنا يتمم بخير. انا عايز الدكانه رايقه. السلام عليكم يا معلم سيد. وعليكم. ممكن نتكلم مع بعض شويه؟ يا ابني اركن الشوال هات. نعم معلش، اصل كنت جاي في ساعه زنقه كده وعندنا شغل يا فندم. انا ما تخافش يعني مش هعطل حضرتك يعني. هقول واختصر. يا معلم احنا مش احنا هنقعد، بعد لك عندنا شغل. اسف. يا معلم احنا مش كنا اتفقنا يعني بالنسبه للموضوع انا وسرية ان احنا نستنى لحد ما الحاج يقوم بالسلامه؟ شوف يا عبد الرحمن، انا ما عنديش بنات للجواز، البنت اللي عندي طرت فتحتها، وادعي لها بقى ربنا يتمم بخير. ادعي. وهي وافقت؟ انت مالك وافقت ولا ما وافقتش يا جارع؟ الله، الكلمه كلمتي انا ولا انا يعني طرطور؟ لا العفو، بس الشرع بيقتضي. انت هتقعد تقول لي اقتضي وشرع؟ بقول لحضرتك ايه، ربنا يسهل لك ويرزقك ببنت الحلال. يعني ده اخر كلام عندك؟ اديك جبت المفيد. كنت فاكر مصلحة بنتك تهمك. انا لو مصلحة بنتي ما تهمنيش كنت جوزتها لواحد زيك. بالسلامة يا اخويا. بالسلامة. بالسلامة عريس الغافل. ما تتصورش سعادتي قد ايه احنا رجعنا لبعض وهنحقق كل احلامنا ونعوض كل اللي فاتنا. اوعدك ان كل اللي حلمنا بيه من واحنا صغيرين لغايه النهارده هحققه لك ان شاء الله. ويا ترى انا طبعي زي طبعك؟ هما مش بيقولوا فولا واتقسمت نصين؟ متهيالي كانوا بيقصدونا بالمثل ده. المثل ده وغيره، أي حاجة جميلة هتلاقيهم بيقصدونا. اتنين كانوا بيحلموا ببعض وتقابلوا في الحقيقة، في أجمل من كده؟ بس أنا خايفة نكون لسه بنحلم ونفوق على حاجة تانية. الشر بره وبعيد، إيه اللي يخليكي تفولي علينا كده؟ يكون في علم البت دي انت مسؤولة عنها من هنا ورايح، مفهوم؟ لا مش مفهوم يا سيد، فهمني قصدك ايه؟ قصدي انها لو خرجت بره باب البيت هيبقى وقعتك طين. لا يا شيخ، اياكش عايزها تعملها في السجن وانا ابقى عليها السجان. اديك فهمتيني يا روح خالتك. يكون في علمك يا سيد، بنتك سرية ما هياش صغيرة، وانا ماليش كلمة عليها، يعني ما اقدرش اقول لها اخرجي او ما تخرجيش. طب قسما عظيم، لو دريت بس ان البت دي خرجت بره باب اوضتها لتكون محصلاها انت كمان في الشارع. اظن كلامي واضح ومنور كالشمس. انا لا يمكن اتجوز اللي اسمه سيف ده، ده الموت عليا اهم من ان اتجوزه. ليه بقى يا اختي؟ ماله سيف؟ ناقص عين ولا ناقص رجل؟ راجل ماله هدومه، واي بت تتمنى تتجوزه. يا اخي القلب وما يريد، انت ايه؟ هي عندها الفلوس كوم واللي قلبها بيحبه كوم. مالكيش دعوة انت يا نرجس، خليكي في حالك. يعني ايه ماليش دعوة؟ انا ما اقدرش اشوف حال مايل واسكت عليه. هو انت ايه؟ عاوز تقهر البت؟ لا يا شيخ والنبي، ما هي مش بنتك، انت مالك انت؟ دي بنت انا حبيبتي. ما هي لو كانت بنتك كان الواحد سمع زغرتك من اول الشارع. انما على رأي المثل ما يبكي على الميت غير كفنه. يا ساتر، هو انت ايه؟ عينك وروحك القرش يا راجل، توب اعمل حاجة لدنيتك، توب. ما انا توبت، كان عندي بوزة ولا بتاع علافة، عايزين نعمل ايه بقى اكتر من كده؟ ودي توبة دي؟ استغفر الله العظيم يا رب. قال على رأي المثل، قالوا للقردة تبرقعي، قالت ما انا وشي واخد على الفضيحة. فضيحة؟ طب يلا غوري غوري من ما تمدش ايدك، غوري يلا مش هتقصر العمر.
وعلى الله لقيك قاعدة جنب البت دي وبتزن في ودانها. يكون في علمكم بقى الجوازة دي هتتم والعريس هو سيف، تطلعوا تنزلوا تضربوا دماغكم في الحيط، هو سيف. انا مش مستعد اجوز بنتي لواحد امه كانت خدامة. اودي وش من الناس فين؟ لا ده انا اروح في كل مان.